يوعدوا. سكن القرآن بخافقهم وبه والله لقد رشدوا. مكنون خلف حناجرهم كالدرر إذا ما تنعقد. مأجور يا من تدعمهم وستحصد مما قد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم مكنون. أيها الأحبة متابعي مكنون، إن أسعد اللحظات عندما نعيش مع آية من كتاب الله نتدبر دلالاتها ومعانيها، وقمة السعادة عندما نرى حقائق جديدة في القرآن العظيم للمرة الأولى. صدقوني، ما أجمل المؤمن عندما يعيش كل لحظة من حياته مع القرآن، وما أجمل أن يلقى الله يوم القيامة وهو حافظ لكلامه. ولذلك لتعلموا إن أفضل عمل على الإطلاق يمكن لإنسان أن يقوم به هو تلاوة القرآن والعمل بما فيه وتطبيق ما أمر به الله سبحانه والابتعاد عما نهى الله سبحانه عنه. ويمكنني أن أؤكد لك أخي الحبيب أن كل آية تقرأها وتتدبرها وتحفظها يمكن أن تحدث تغييرا في حياتك، فكيف بمن يقرأ القرآن ويحفظه في صدره؟ فبلا شك أن تلاوة الآيات وتدبرها والاستماع إليها بخشوع يعيد بناء شخصية الإنسان من جديد، حيث أن القرآن يحوي القواعد والأسس الثابتة لبناء الشخصية. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. أحبتي، قبل أن ننطلق في هذه الأفياء الطاهرة، دعوني أرحب بضيوفنا في الاستوديو، طلاب القرآن الكريم وأهله، طلاب مجمع حلقات خالد بن الوليد في مدينة الرياض حي غبيرة. حياكم الله وحياهم، وأهلا وسهلا ومع أولى فقرات حلقة اليوم. وبه والله لقد رشدوا. مكنون خلف حناجرهم كالدرر إذا ما تنعقد. مأجور يا من تدعمهم وستحصد مما قد حصد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ومع فقرة ضيف الحلقة ومع شيخنا الشيخ محمد السبر. حياك الله شيخنا. حياكم الله يا شيخ، مرحبا. الله يسعد قلبك، حضورك شرف كبير لنا، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا خدام لهذا الكتاب العظيم. الشرف لي حقيقة أنا أشارك في هكذا برنامج يتعلق بالكتاب العزيز، وأيضا في هكذا جمعية مباركة، جمعية تحفيظ القرآن الكريم. الله يسعد قلبك شيخ. شيخنا، في سؤال يتداول بعض الناس في قضية القراءة والفهم والربط بينهما، هل يعني الذي يقرأ ولا يعرف ما يقرأ ولا يفهمه؟ الله عز وجل أنزل هذا القرآن للتدبر وللعلم وللعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا بد من الفهم ولا بد من التدبر. الإنسان إذا فهم المعنى وفهم هذه الكلمات وتفسيرها ومفهومها ومعناها الإجمالي على أقل التقادير، استطاع بذلك أن يخشع، استطاع بذلك أن يعمل بهذه الأحكام. نعم، الذي يقرأ ولا يفهم المعنى مأجور إن شاء الله تعالى، له أجر القراءة والتلاوة، ولكن الأجر يزداد إذا عرفت المعنى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فعلموها وتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال الصحابي: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. هي دعوة أننا نقرأ في المعاني، أننا نقرأ في التفاسير. أيضا الذي لا يفهم المعاني كإخواننا العجم أو حديث العهد بالإسلام أو صغار السن، هؤلاء لا شك على أجر عظيم وعلى ثواب كبير. لكن كلما ازداد الإنسان فهما للمعنى، كلما ازداد تدبرا خشوعا، أيضا كلما استطاع أن يرقى لمعاني القرآن. طيب شيخنا، هذا من ناحية المعنى. طيب من ناحية العمل يا شيخ؟
الذي يقرأ ويترك العمل بما وهو يعرف المعنى. لا يعني هذا أن هذا عليه وزر كبير، بل الإنسان الذي يقرأ القرآن يجب أن يعمل به. القرآن حجة لك أو عليك. قارئ القرآن الذي يسمع القرآن والذي يعرف هذا القرآن ويستطيع أن يقرأ القرآن ويسر الله له قراءة القرآن، القرآن حجة لك أو عليك. أما ترك العمل بهذا القرآن فهذا من أعظم المصائب الدينية والدنيوية، بل هو الأخروية. فيا نال نسأل الله العافية خاتمة سيئة، وأيضا مآلا وخيما في الآخرة. مشكلة كثير من الناس يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، يقرأ القرآن وهو يخالف معاني القرآن، يقرأ آيات البر وهو عاق لوالديه، يقرأ آيات الصلة وهو قاطع لرحمه، يقرأ الآيات التي تنظم الأمور المالية وهو يخوض في مال الله بغير حق، فيأكل أموال اليتامى ويأكل أموال الأجرة والضعفة والعمال من الذين تحت يديه، فلا يعطي الحقوق إلى أهلها. فهذا رفض القرآن، ومآله وخيم، كما في حديث الرؤيا الطويل، حديث جابر بن سمرة أنه قال: وأما الرجل الذي يثلق رأسه بالحصاة فذاك الرجل الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يقرأ القرآن ويعرف القرآن ولكنه لا يعمل به. يحفظ القرآن، قد يكون هذا بقراءات ولكنه لا يعمل به، قد يكون أحيانا متخصصا في بعض علوم القرآن ولكنه لا يعمل به، فيأخذ القرآن ويرفضه. العامي أحسن عند الله منه، قد لا يعرف حروف القرآن ولا يعرف الأجزاء الثلاثين، قد لا يعرف إلا جزء أو جزئين، لكنه يقبل القرآن. فالمسلم يأخذ القرآن ويقبله وينزله على نفسه وعلى جوارحه يعني وعلى قلبه. يعني شيخ، هي ثلاث محاور: القراءة، الفهم، العمل. وأن أتلو القرآن، لا إله، لابد أن نتلو القرآن. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر تتلخص في أن يتلو القرآن، وأيضا العمل بهذا القرآن، وأيضا التربية بهذا القرآن التي هي التهذيب والتزكية، ويزكيهم. أما القراءة المجردة عن هكذا معاني، بعض الناس يقرأ لكن ليس عنده عمل، هذا هلاك. يقرأ لكن ليس عنده تربية، فيكون من أشد الناس غلظة وجفاء وبعدا عن معاني القرآن. فماذا يستفيد من هذا القرآن؟ وماذا يعني رجع له؟ فالشاهد أن قارئ القرآن والمقبل على القرآن يتدبر مثل هذا الأمر. فالله عز وجل أراد منا في هذا الكتاب العزيز يتلونه حق تلاوته. المراد العمل عند بعض أهل العلم، يعني يعملون به حق العمل. ثم تأتي الأمور الأخرى من الترتيل والتجويد والتغني بهذا الكتاب العزيز. مهم للمسلم أن يعود إلى القرآن ويتدبر ويقرأ، وأيضا يفهم ويستعين بعد الله عز وجل بمعاني الكلمات. طيب شيخنا، هذا النداء هل يعني أن اسمح لي على السؤال الصريح، يعني أن هناك أناس يقولون القرآن كامل إذا نكتفي به عن السنة، هل يعني إهمال السنة والتركيز فقط على القرآن وعدم الجمع بينهما؟ لا لا لا، هذا كلام باطل، وهذا كلام غير صحيح. وأيضا هذا الأمر يعني نشأ من ضعف في أمة الإسلام، وأعداء الإسلام يريدون منا أن نفصل بين الوحيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله، فهي وحي ثان. وضعف الإيمان والجهل والبعد عن المنبع الصحيح أدى بهذا القول، بل نشأت الشيخ سهيل فرق تتبنى هذا المذهب ولا زالت باقية، لكنها على ضعف مثلا في آرائها، وهي من ترى الاكتفاء بالقرآن. الله عز وجل جعل هذه السنة مبينة للقرآن. الله عز وجل قال: نزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وهذا الإنسان الذي يروج مثل هذه الضلالات ومثل هذه البدعة الخطيرة التي تشرخ في جدار الإسلام إن وقعت، بل على صاحبها الوبال الكثير: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه أخذناه وما لم نجده تركنا، فيدع السنة ويقول: ما البخاري وما مسلم، ما الصحاح، ما السنن، ما المسانيد، ويبدأ يترك مثل هذه الأمور. نسأل الله العافية والسلامة. الدافع الجهل، ضعف الإيمان،
البعد عن العلم الشرعي الصحيح. وهؤلاء لو سألته الآن أهم ركنين أو ثلاثة أركان من أركان الإسلام الخمسة من أين تعرفها؟ عدد ركعات الصلاة من أين تعرفها؟ ليست في القرآن. عدد نصاب الزكاة من أين تأتي به؟ ليس في القرآن. عدد الأطوفة والسعي وأشياء كثيرة مثلا في النسك والمنسك من أين تجدها؟ إنها ليست في القرآن. فهل معنى هذا أنك لا ترجع إلى السنة؟ من بيّن هذا وفصله وأوضحه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وإن تطيعوه تهتدوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذه كلمة خطيرة وتنبئ حقيقة، بعض الناس قد يجهلها، بعض الشباب وبعض إخواننا خاصة مع الوسائل مع التقنيات مع التطور الحديث، هذه تنبئ عن مذهب خبيث وباطل وسيء، وباب للأسف دخل منه الراغبون في هدم قيم نعم المجتمع. نعم، الذي يريد أن يهدم قيم المجتمع خاصة في التمسك، خاصة في الرجوع إلى الأصل الصحيح، مثل هذه الأمور. إنما يدخل من هذه الأمور، سلف الأمة ما فرطوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحاجة شيخ، حاجة كما يقول الأوزاعي، حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن. لا إله إلا الله، هذا كلام الإمام الأوزاعي، لأنها تشرح. نعم، حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة يقول حاجة الكتاب إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى الكتاب. وهذا لو أتيت إلى أبسط عامي لنقض مقالة هؤلاء، بل مذهب هؤلاء القرآنيين المنتشرين يعني في بعض الأماكن، وعرف هذا المذهب وأنه إنما أريد به إيش؟ هدم الإسلام والتأثير على ارتباط المسلمين بهذه السنة الشريفة. لا نملك مناصا إلا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعظم هذه السنة، أن نرجع إليها، أن نعمل بها كما فعل السلف، فعزوا وسادوا وصلحت أحوالهم. نسأل الله من فضله. نعود يا شيخنا سم. وسنستفيد أكثر ونطرح تساؤلات جميل. وبعض الأمور لدينا فقرة نأخذها ثم نعود معك شيخنا. جميل. مشاهدين الكرام، كما تعودنا فقرة معجز، ومعجزنا في هذا اليوم أقسم الله سبحانه وتعالى به في كتابه البحر، البحر المسجور. نشاهد ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. اكتشف علماء الجيولوجيا أن قيعان جميع المحيطات متوقدة ناراً في مناطق الوديان العميقة في منتصف المحيطات، ويوجد الشق الأعظم منتصف المحيط الأطلسي، وتبين أنها مناطق اللقاء بين الألواح القارية، وتحيط بها من الجانبين ارتفاعات جبلية شاهقة في قاع المحيط، لكن قممها دون سطح المحيط، وتفوق درجة الحرارة في تلك المناطق البركانية النشطة 1000 درجة مئوية. ومع اندفاع الصهارة على طول منتصف المحيط تتكون سلسلة الجبال تلك، ويتسع المحيط في كلا الجانبين، والذي يعرف بظاهرة امتداد قاع المحيط. وتندفع من هذه الصدوع في قيعان المحيطات الصهارة الصخرية، فلا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوره الحرارية الملتهبة، ولا هذه الصهارة على ارتفاع درجة حرارتها أكثر من 1000 درجة مئوية قادرة أن تبخر هذا الماء. وهذه الظاهرة من أكثر ظواهر الأرض إبهارا للعلماء، ثبت علميا بعد بحوث متعددة ومشاهدات في الأعماق بواسطة الغواصات المتطورة جدا، بأن أعماق المحيطات فيها براكين ملتهبة، وهي أكثر عددا وأعنف نشاطا من البراكين على سطح اليابسة، ولذلك فقيعان تلك البحار تبقى ملتهبة متأججة بالنيران رغم وجود الماء،
وتبين أن البراكين الممتدة في قيعان المحيطات أكثر عدداً وأعنف نشاطاً من البراكين على سطح اليابسة، ولا يمكن للمتأمل لسطح البحر المحيط بالعين المجردة أن يتصور أن قاعه ملتهب يتأجج بالنيران، فالمعلوم أن الماء يطفئ النار، ولم يتوصل العلم الحديث إلى هذه الحقيقة المدهشة إلا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين. ولذا فإن سبق القرآن العظيم للإشارة إلى هذه الحقيقة المدهشة المدفونة في قيعان المحيطات خير دليل على صدق النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يملك الإنسان أمام هذا الإعجاز إلا أن يقول لا إله إلا الله، ما أعظم صنعك ربنا. شيخنا، أمام هذا الكائن العجيب الذي يحوي كائنات، حيوانات، يعني أشياء كثيرة، ما رأيك شيخ؟ والله حقيقة هذا العرض الذي يدل على إعجاز هذا البحر، وأيضا السورة العظيمة سورة الطور التي تتكلم عن آيات من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على ربوبيته والدالة أيضا على وحدانيته تبارك وتعالى، وأيضا النتيجة في جواب القسم إن عذاب ربك لواقع، البعث والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فهذا وعد حق، وهذه الآية العظيمة يعني آية البحر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولذلك البحر ورد ذكره في القرآن، البحر والماء ومثل هذه الأشياء كلها دالة على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى قوته وعلى جبروته سبحانه وتعالى. وأيضا كلما غاص الإنسان في هذه البحار وأيضا في هذه الخلجان وأيضا في هذه العوالم الغريبة علم أن الله عز وجل هو الحق المستحق للعبادة تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ولا لا يعني لا تنفد كلماته سبحانه وتعالى ولو تكلمنا عنها طويلا. شيخنا، فقرتنا القادمة هي تطبيق مشاهدينا الكرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. حلقتنا اليوم في فقرة كرماء مع شيخنا غفر الله له ورحمه الشيخ علي بن عبد الله جابر. نشاهد ثم نعود سويا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ علي عبد الله جابر. ولد علي جابر في مدينة جدة في شهر ذي الحجة عام 1373 للهجرة، وحين أصبح الشيخ في الخامسة من عمره انتقلت أسرته للعيش في المدينة المنورة بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة التحق الشيخ بدار الحديث التابعة للجامعة الإسلامية، وفيها أيضا حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ. فكان علي جابر لا يعرف إلا طريق المسجد النبوي، وبعد أن أتم الشيخ دراسته الابتدائية والمتوسطة في دار الحديث التابعة للجامعة الإسلامية، التحق بعدها بالمعهد الثانوي التابع للجامعة أيضا، ليلتحق بعدها بكلية الشريعة بالجامعة نفسها، ولينال منها الإجازة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية.
تنامى إلى مسامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله ذكر الشيخ علي جابر، ذلك الشاب الذي ذاع صيته بحسن صوته في تلاوته للقرآن الكريم، فطلبه واختصه لإمامته في مسجده الخاص بالطائف. وقد عين الشيخ إماما رسميا بالمسجد الحرام عام 1402 للهجرة، يأم الناس بصوته الشجي في صلاة الفجر والتراويح والتهجد. رغم أنه لم يكن يطمح في الإمامة، لكن الحكمة الإلهية أوصلته ليكون إماما بالمسجد الحرام. وفي ليلة الخميس 12 من شهر ذي القعدة في عام 26400 من الهجرة، وافت المنية الشيخ في تمام الساعة 9 ليلا إثر مرض ألم به، ففاضت روحه إلى بارئها ولم يبلغ 53 من عمره، وقد صلى عليه المسلمون صلاة العصر في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة الشرائع بمكة المكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. أهلا وسهلا، حياكم الله. شيخ علي عبد الله جابر غفر الله له، من منا لا يحب ذلك الصوت ولا يتأثر به؟ تذكر يا شيخنا شيخ علي؟ الشيخ علي عبد الله جابر أذكره، قابلته مرارا. لا إله إلا الله. وهذا الرجل يعني كما قلت، من منا لا يعرف أسطورة الحرم المكي؟ لا إله إلا الله. هذا الرجل بحق أسطورة في الحرم المكي في التلاوة والأداء، وأيضا الشيخ ذو مدرسة كالشيخ عبد الرحمن السديس، لهم مدارس صار الناس يقلدونهم. الشيخ عبد الرحمن السديس وعلي جابر والشيخ سعود الشريم، الآن الشيخ ماهر المعيقلي في الطريق، أصبحوا مدارس يعني يقتدي بهم الأئمة والتالون والقارئون. ما أجمل أن قارئ القرآن يعرف كيف وصل هؤلاء ليضع بصمة في الحياة كما وضع هؤلاء بصمة في الحياة بعدما ماتهم، كهذا الشيخ الجليل الذي أوتي حفظا فكان الشيخ متقنا، وأيضا أوتي حقيقة تواضعا وإتقانا، وأيضا لا زالت وفهما للقرآن، ولا زال الشيخ يعني لا زالت التلاوة يعني لا زالت تهز حقيقة مسامع المسلمين، وهذا الرجل في قبره، فهنيئا له هذا الأجر. وأيضا تحية للشيخ صلاح بن عثمان الذي أعاد لنا شيئا من لمحات ذلك العملاق. لا إله إلا الله. معنا في الاستوديو ضيوف أجلاء وأصدقاء أعزاء، هم طلاب مجمع حلقات خالد بن الوليد لتحفيظ القرآن الكريم في حي غبيرة في الرياض. نأخذ مشاركاتهم ونستفيد منهم ونتطلع لتقديم نماذج خيرة كما اعتدنا في كل حلقة. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود معهم. في أطهر بقعة ولخدمة أشرف كتاب، وقف القرآن الكريم في مكة المكرمة لكفالة 2000 معلم وتعليم 30,000 طالب وتحفيظ 45,000 جزء. ساهم معنا الآن في سداد قيمة الوقف واظفر بالخيرية. وقف القرآن الكريم مورد خير وسبيل استدامة. وقف البصيرة في طيبة طيبة، أجر في الحياة وذخر بعد الممات. يدعوكم المكتب التعاوني بالمدينة المنورة للمساهمة معه في دعم وقف البصيرة الذي يعود ريعه على دعوة الجاليات وغير ذلك من البرامج الدعوية. قيمة الوقف 24 مليون ريال. أرجوكم أن توضعوا عند الرحمن وديعة تجدون يوم العرض الأكبر في الوقف الدعوي في المدينة المنورة. حساب الوقف. مطاعم ماريز، التفرد في الطعم والمكان. مطاعم ماريز واحة لكل عزيز،
مطاعم ماريز لحفلاتكم وولائمكم. مطاعم ماريز، الرياض، طريق الملك عبد الله أمام صحارى مول. www.mariz.com.sa. مطاعم ماريز، التفرد في الطعم والمكان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إلهي، إلهي اجعل كتابك لي شفيعا، وبلغني به الشأن الرفيعا. إذا جمع الأنام بيوم حشر، وقد حملوا بضاعتهم جميعا، فثقل رب بالقرآن حملي، وجاوز للصراط به سريعا. إلهي اجعل كتابك لي شفيعا، وبلغني الرفيع. إذا جمع الأنام بيوم حشر، وقد حملوا بضاعتهم جميعا، فثقل رب بالقرآن حملي، وجاوزني الصراط به سريعا. كتابك لي شفيعا، وبلغني به الشأن الرفيع. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله بعد هذا الفاصل، ومع فرساني الاستوديو طلاب مجمع حلقات خادم الوليد، حياكم الله جميعا، وأولهم عبد الهادي مختار برناوي. الله يحييك. أهلا وسهلا. الله حياك الله. 14 سنة العمر، ويحفظ ما شاء الله 28 جزء، وحائز على جائزة صوت الندي. حياك الله يا أبا مختار. الله يحييك. الله يسعدك. عبد الهادي، متى بدأت أنت الدراسة في الحلقات؟ بشكل عام أم في خادم الوليد؟ لا بشكل عام. بشكل عام بدأت والحمد لله عندما كنت في الخامسة من عمري تقريبا، وكنت أصغر شخص في حلقتي. ما شاء الله. في الرياض؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. تذكر اسم أول معلم درسك؟ نعم، الأستاذ عبد الرحمن ناجي، والملقب بأبي داود. ونعم. طيب أسمعنا شيء من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، مآبا لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا.
كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا حسبك يا حبيبنا، بيض الله وجهك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. ما ودي اني قلت لك حسبك، لكن اذا سمع الانسان ما يعجبه فليبرك او يقول ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدك ويوفقك لكل خير. تفضل. مشاركنا الثاني هو عبد الملك الدقيل، العمر 17 سنه، يحفظ 10 اجزاء. حياك الله يا شيخ عبد الملك. الله يحييك. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. منذ كم وانت في الحلقات؟ تقريبا لي سنه ونص. ما شاء الله ما شاء الله، يعني 10 اجزاء حفظتها في سنه ونص. الحمد لله ما شاء الله، قد يسرنا القران للذكر، ما شاء الله تبارك الله. اسمعنا شيء من القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أحسنت، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. صوت الندي، أسأل الله أن يقر عيني والديك بك يا حبيبي. آمين. الله يسعد قلبك، تفضل يا حبيبنا، الله يسعدك. مشاركنا الثالث وليد بن عبد الله الحارثي، ما شاء الله يحفظ القرآن كاملا، العمر 17 سنة. تفضل يا شيخ وليد. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ وليد. الله يحييك. كيف حالك يا شيخ؟ الله ترجع غترتك شوي بس. الله يسعد قلبك. شيخ وليد، أنت كم لك في الحلقات؟ ما يقارب 9 سنوات. ما شاء الله. في حلقات خادم الوليد؟ في حلقات خادم الوليد، يمكن في قبل حلقة استمرت فيها سنتين وبعدها انتقلت إلى خادم الوليد. ما شاء الله ما شاء الله. وحفظت القرآن هذا العام ولا قبل؟ مو بهذا العام، اللي قبله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب سمعنا شيء من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. حسبك بيض الله وجهك. وياك الله يسعد قلبك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وهل يلومنا الناس أن نفخر ونفاخر بمثل هذه النماذج يا شيخنا؟ الحمد لله بمثل هؤلاء نفخر وبمثل هذه المثل وأيضا هذه التجارب يعني في مثل هذه الأسنان أصوات الندية وأيضا حفظ متقن ما شاء الله وأيضا هيئة حسنة وتخلق بالقرآن. هذه النماذج التي يجب أن تظهر وهذه النجوم الحقيقية. نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله بيض الله وجيهكم. وأيضا لا يسعنا إلا أن بعد شكر الله سبحانه وتعالى نشكركم شيخنا الشيخ محمد السبر على هذه الإطلالة الجميلة وهذا الحضور الندي. الله يعلي قدرك شيخنا. شكرا مقدر أستاذ الكريم والله يعطيكم العافية. الله يسعدك وينفع بكم البلاد والعباد ونكون جميعا بهذه الحلقات وبهذه المحاضن وبهذه الجمعية المباركة الشركاء في حفظ الأمن. شكر الله لك شيخنا. مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم لفقرة نتدبر كما اعتدنا في كل حلقة ثم نعود لاستكمال فقرات حلقة اليوم. الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. يعيش بعضنا فوق الأرض يريد القصاص من كل ظالم له، لا يعرف في قاموسه للعفو أي معنى أو أي جملة، فيعيش مسكين في غم وفي ضيق وفي هم، ومع غلبة هذه الحياة يكون سجين الآلام وحبيس الأحزان، يريد أن يقتص لا يريد أن يبقي شيئا للآخرة. تأمل في قول الحق جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قيلت لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه. والذي وقع في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، سؤال النداء لأبي بكر أن يعفو وأن يصفح وأن يعطي من مال الله الذي آتاه. أنت أيها المؤمن هل مشاكلك التي حالت بينك وبين أصحابك وأرحامك وجيرانك، المشاكل التي عصفت بك وسببت الفرقة والقطيعة والهجر، هل هي أعظم لديك من عرض محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أحسب مسلم في الحياة يقول مشاكلي مع أرحامي أعظم من قذف أم المؤمنين عائشة فداها أعراضنا ودماؤنا ونحورنا. تأمل كل المشاكل والمصائب هي أقل من قذف أم المؤمنين عائشة، فاعرض مشاكلك مع أرحامك ومع جيرانك ومع أصحابك، اعرضها على هذه المصيبة الكبرى التي أمر الله فيها بالعفو، بل إن الله جل وعلا رتب عفوه هو لعبده بعفو العبد ابتداءً وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما أجملنا في الحياة أن نربي أنفسنا وأبناءنا على أن العفو في الدنيا ينقل معاملة المظلمة إلى الله، فإن كان الظالم لا زال ظالما فالقاضي هو الله، وإن كنت قد عفوت في الدنيا فمن عفا وأجره فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أستودعكم الله. مرة أخرى مشاهدين الكرام حياكم الله
مع فقرات هذا البرنامج وهذه الأفياء الطاهرة، أفياء كتاب الله سبحانه وتعالى. ننتقل وإياكم الآن لفقرة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صحيح الجامع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، ذلك الهدى وتلك السير العطرة والكلمات النيرة من رسولنا عليه الصلاة والسلام، حري بنا أن نستمع لها وأن نقتفي أثرها. مشاهدينا الكرام، فقرتنا القادمة هي فقرة نحن. نحن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، جمعية مكنون. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقرة نحن، وضيفنا وضيفكم من جمعية مكنون، الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حياك الله شيخ. حياكم الله شيخ يوسف بن تركي التركي، المساعد لشؤون المدارس النسائية، صحيح؟ نعم. ما شاء الله. أو شيء بصراحة، المدارس النسائية عندما تذكر إنجازات كبيرة وما شاء الله من قديم، وهذا يخلينا نغار حنا ترى الرجال. شيخنا، عدد الخاتمين الخاتمات عفوا في السنة هذه كم وصل؟ نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الخاتمات كما هو معلن عنه في بداية الخطة الاستراتيجية لعام 37 كان المطلوب 450 خاتمة، وبحمد الله وفضله عز وجل ثم بتكاتف جهود الجميع بلغ العدد إلى 605 خاتمة. ما شاء الله. الحمد لله. نعم، ما شاء الله، يعني الإنجاز أكثر من 150%. نعم، تقريبا 105 طالبات عن 55 طالبة على المطلوب. ما شاء الله. وهذا يعني لو تأملنا في هذا المنتج الذي هو المنتج الرئيس للجمعية، وهو الطالب الخاتمة والطالب الخاتم، نجد أنه يعني يمر بمجموعة مراحل. يعني يبدأ من الطالبة نفسها بعزيمتها وإصرارها، التزامها بمنهج الحفظ، ثم يتلو ذلك المعلمة المتميزة التي تتابع الطالبة بشكل جيد، تحفزها وتحفز الطالبة، يتبع ذلك المديرة في المدرسة التي أيضا تشجع الطالبات والمعلمات على تحقيق الهدف، ثم المركز الإشراف، ولدينا 10 مراكز في مدينة الرياض أيضا يتابعون مدارسهم ويعني يضعون المسابقات التي تتيح التنافس بين المدارس، فأكثر مدرسة خرج خاتمات تكرم والمدرسة التالية وهكذا، ثم في هذه المراكز العشرة سيخرج لنا هذا المنتج على مستوى الجمعية. ما شاء الله، ما شاء الله، ومنتج مو بسهل. لا شك، وضعت له أدلة، لوائح، سهل العمل بشكل واضح للجميع، وضع برامج إلكترونية، هي يعني كما يقال السبيل للطالبة أن تختم القرآن الكريم، بل وضع الاختبار كان في السابق يوضع في فترات من العام، الثلاث أعوام الماضية فتحت الاختبارات على مدار العام، أي يوم ترغب فيه الطالبة عجيب. تأتي وتشكل لها لجنة خاصة وتختم متى ما رأت أنها مستعدة تختم، حتى لا يكون في رهبة ليوم الامتحان أو الاختبار لتلك الطالبة. ما شاء الله. طيب شيخنا، يعني أنتم هذا العدد اللي سيقام لها الحفل الأسبوع خلال هاليومين. أي نعم، هذه يعني فرصة للإعلان عن الحفل السنوي خمائل النور،
والذي سيقام بمشيئة الله تعالى الخميس القادم غدا بإذن الله تعالى في مركز الملك فهد الثقافي بعد صلاة العشاء، وهي مناسبة وعرس قرآني سنوي تقيمه الجمعية لطالباتها للاحتفاء بهم وبأولياء أمورهم، فالجميع يفرح لهذا المنتج، وسيكون بمشيئة الله تعالى برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، وأيضا تشريف حرم معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ. هذا الحفل كما ذكرت سيحتفي بهؤلاء الطالبات 605، وسيظهر أمام زميلاتهم ومن يحضر هذا الحفل احتفاء الجمعية بهذا المخرج وهذا المنتج، وسيشجع البقية الذين يحضرون إلى أن يسلكوا هذا المسلك. من بشائر ويعني دلائل هذا الاحتفاء زيادة حضور الناس لهذا الحفل، يعني سنة تلو سنة نرى أن العدد يزداد. قد تستغرب إذا قلت أن الحضور العام الماضي جاوز 3000 سيدة ما شاء لهذا المكان. الحضور مفتوح يا شيخ، الحضور مفتوح والدعوة عامة ونعتذر لوقف المكان من كثرة العدد، الله. لكن هذا شيء يفرح ويبهج، بل إن المسؤولين في المركز الثقافي لا يبلغ عندهم العدد في مثل يعني في مثل هذه الاحتفالات. ما شاء الله تقام احتفالات كثيرة، لكن مثل احتفالات الطالبات الجميع يشجع ويحضر، بل إنه وصلتنا موافقات من خارج منطقة الرياض من جمعيات أخرى لحضور الحفل، يريدون أن يروا هذا الإنجاز وكيف الترتيب وكيف هذا الاحتفاء وكيف هذا العرس الذي تزف فيه الطالبة لهذا الحفل المبارك. ولا شك أنه أعظم شيء أن تختم الطالبة حفظ كتاب الله عز وجل، ولحظة حقيقة يعني لحظة عزيزة ليست فقط على الخاتمة أو الخاتم في حفلات الشباب، لكن للداعم للمدرس للمشرف، يعني لحظة أن يحتفى، إذا لم يحتفى بأهل القرآن يحتفى بمن؟ أحسنت، وهذه نقطة الحقيقة يعني لفتة طيبة منك أخي سهيل، أن الجميع يفرح حينما يحضر لأنه يرى بشائر لهذه الأمة، يرى أن هؤلاء 600 طالبة هم مشروع أسرة ناجحة مثالية تربي أبنائها وصغارها على كتاب الله عز وجل. فعندنا إن شاء الله تعالى الجمعية تزف 605 أسرة للمجتمع، أسرة صالحة لأنها تحتفي أو تقوم على كتاب الله عز وجل. عذرا شيخنا، معنا مشاهدين الكرام مداخلة مع الشيخ أيمن أبانمي مدير العلاقات والموارد المالية في جمعية مكنون. حياك الله شيخ أيمن. الله يحييك ويبارك فيك يا أبو رزان، وحيا الله ضيفك أبو ياسر والحلقات الكريمة والمشاهدين. الله يسعدك. أعطينا البشائر، الله يبشرك بالجنة. آمين آمين، ومن يسمع والدينا أجمعين. أبشركم أننا وصلنا هذا اليوم مجموع تبرعات لهذه الحملة المباركة حملة وقت القرآن بمكة إلى مبلغ 14 مليون ما شاء الله و546,143 ريال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بفضل الله ومنه الحمد لله. وهذا الحمد لله، هالأسبوع هذا فيه الخيرات والأمطار، الحمد لله الحمد لله. يعني أهل الخير وأهل الجود وأهل الكرم والتعاون مع الله عز وجل، كانت أيديهم سخية في هذا الأسبوع وخلاص الحمد لله شرفنا على النهاية. الله يكتب نهاية هذا الهدف لهذه الحملة، الله يعني بقي 400,000. الله يكتب الخير ويسر. شكرا لك شيخ أيمن، بيض الله وجهك. آمين آمين. الله يسعد قلبك الأخوة المستمعين. الله يسعد قلبك شيخ. طيب شيخنا، ما أن في الحفل في إحصائيات أكيد غير موضوع عدد الخاتمات. نعم، وحدثنا عنها. يعني الحفل عادة يقام في نهاية كل سنة، وهذه الإنتاجية هي إنتاجية 37 ونقيمها في بداية هذا العام. كما قلت الإحصائية 605 خاتمة، الحاصلات على تقدير ممتاز، أكثر من قرابة 30% يحصلون على ممتاز. وبالمناسبة هؤلاء 605 خاتمة هم الطالبات اللاتي اجتزنا الاختبار بنسبة 80 درجة فأكثر من 100. الله، عرض القرآن في جلسة واحدة ولا يكرر الحفظ. لحظة لحظة لحظة، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا الإنجاز رغم أنه فيه تدقيق على ال يعني تجاوز 80، يعني أخذت جيد جدا وفوق جيد جدا فأعلى، واللي تأخذ 79 يقال لها تعيد الاختبار، يعني لا تعتبر مجتازة، وهذا يجعل مخرجات الجمعية بحمد الله مخرجات محكمة.
نفاخر بها ونستطيع أن ندخل بها المنافسات المحلية والدولية، وبحمد الله للجمعية نتائج كثيرة. نعود للإحصائيات مرة أخرى. أكبر خاتمة عند لدينا في هذه السنة عمرها 969 سنة، يعني قاربت 70 ما شاء الله تعالى، ما شاء الله ختمت كتاب الله عز وجل، وأصغر خاتمة كان عمرها 10 سنوات. ما شاء الله، لو تأملت فرق 60 سنة تقريبا بين أصغر وأكبر خاتمة. هذا يدل على أن الحفظ ليس صعبا لا على الصغير ولا على الكبير، وإنما هذا الصغير والكبير معه العزيمة التي أهلته لحصول على هذه النتيجة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أيضا من البشائر في هذا العام تم اجتياز طالبتين من ذوات الاحتياجات الخاصة أيضا حفظ كتاب الله عز وجل، والجمعية تفتح أبوابها لهؤلاء الطالبات. ما شاء الله ما شاء الله. أيضا لعلي أختم البشائر في الأرقام، من الجديد لدينا في حفل هذا العام سيكون بإذن الله تعالى سحب على 10 أطقم ذهب للطالبات المرشحات لمسابقة جائزة الملك سلمان المحلية. ما شاء الله. هم الطالبات الذي أخذوا درجات عالية والسن يعني يؤهلهم لدخول مسابقة، وأيضا سعوديات الجنسية، وسيجري السحب في ليلة الحفل إن شاء الله تعالى. فنأمل من الطالبات وأولياء أمور من الحضور والدعاء لنال هذه الجائزة. يا سلام، بيض الله وجهك شيخنا، الله يحفظك، والله يسعدك. ومثل هذه الأمور يغتبط بها كل من لديه انتماء لها الأمة أيا كان جنسه، فعلا أشياء تشرح الصدر وأخبار يعتز بها ويفاخر بها الإنسان. الله لا يحرمكم من الأجر شيخنا. فيه إذا أذنت لي إتمام البشائر اللي ذكر أخوي، أن هذا الإنجاز يشترك فيه الطالبة ومعلمتها ومديرة المدرسة والإشراف والجمعية ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والملك سلمان حفظه الله، كلهم يشاركون في هذا الإنجاز لأنهم كانوا سببا في حصول هذا الإنجاز. الله الله. من خلال تيسير الدعم، من خلال فتح المدارس، من خلال سن الأنظمة والقوانين التي تعين على تحقيق هذا الإنجاز. فنسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم جميعا والمشاهدين بهذا الفضل وهذا الكرم الإلهي العظيم. يا سلام. ولا أقل من أن نقف مع هذه المنابر الطيبة وهذه الجمعيات الخيرة مثل جمعية مكنون في وقفها المبارك، وقف القرآن بمكة، لأنه المال يعني المال في كل الأزمان هو عصب الحياة. فمثل هذه المشاريع لا يمكن أن تقوم إذا لم يتوفر المال. فمثل الداعمين الداعين أيضا، الذي ما استطاع يدعم بماله لكنه رفع يديه في آخر الليل يدعو لكم، أسأل الله أن يعلي قدركم شيخنا. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا الشيخ يوسف بن تركي التركي، وهو المساعد لشؤون المدارس النسائية في جمعية مكنون، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الرياض. وصلنا لختام حلقة اليوم، لكن قبل الختام دعونا نأخذ سؤال حلقتنا الماضية، ومن هو الفائز معنا في حلقتنا الماضية. كان السؤال: ما السور التي ذكرت فيها آيات سجدة؟ والإجابة الصحيحة هي الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج، الفرقان، النمل، السجدة، صاد، فصلت، النجم، الانشقاق، والعلق. والفائز معنا يظهر اسمه على الشاشة الآن أمامكم. ألف مبروك، فاز بمبلغ 1000 ريال مقدمة من الجمعية. أما سؤال حلقة اليوم فيقول: ما السورة التي تسمى بسورة النساء الصغرى؟ ما السورة التي تسمى بسورة النساء الصغرى؟ نذكركم بطريقة المشاركة في تويتر، تمنشن حساب الجمعية وتجيب، وبإذن الله يحالفك الحظ وتكون الفائز في حلقة اليوم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم. شكرا لكم من الأعماق، شكرا لأهل القرآن بشكل عام، فهم فخرنا وأهلنا وتاجنا، أسأل الله أن يعلي قدرهم في الدنيا والآخرة. نلقاكم بخير ونحن في هذه الأفياء المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشراهم بالجنة وعدوا، سكن القرآن بخافقهم، وبه والله لقد رشدوا. مكنون خلف حناجرهم، كالدرر إذا ما تنعقد. مأجور يا من تدعو.
تدعمهم وستحصد مما قد حصدوا.